خبر صار الخوت الساكنين في مدينة أكادير. هذا الخبر هذا كيقول شنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية أكادير عملية أمنية واسعة ضد أصحاب جيلي الأصفر على طول الشريط الساحلي بين أورير ومنطقة إمسوان شمال أكادير. وذكرت مصادر مطلعة لأكادير 24 بأن هذه الحملة الغير مسبوقة للدرك الملكي التي تمت بإشراف مباشر من قائد سرية الدرك الملكي بأكادير، وشارك فيها عشرات دركيين مكنت من توقيف أزيد من 12 حارسا للمرابط العشوائية المنتشرة على طور الشريط الساحلي بكل من شاطئ أورير، إيموران، تغازوت، إيميودر وأغروض. وأضافت ذات المصادر بأن هذه الحملة المباغتة جاءت إثر توصل المصالح الدركية بمختلف المراكز بشكايات تتعلق بتجاوزات منسوبة لأصحاب هذه المرابط والتي تفاعلت مع العناصر الدركية بجدية وصرامة. هذا وقد تم إخضاع موقوفين لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة. وخلفت هذه العمليات التي جاءت في عز فصل الصيف استحسانا واسعا في صفوف المصطافين وزوار تلك المناطق، حيث عبر عدد منهم عن تأييدهم لهذه العمليات التي ستساهم ولا محالة في القضاء على مجموعة من الظواهر التي تسيء لمنطقة أكادير الكبير باعتبارها قبلة سياحية مشهورة. جيت نشارك معكم هذا الخبر، هذا خبر جيد لساكنة مدينة أكادير والزوار ديالها. الحملة اللي كنشارك فيها أنا شخصيا كيشاركوا فيها مجموعة من المواطنين راه بدات كتأتي الأكل ديالها في انتظار أن الدائرة ديال المرابط تختفي نهائيا من ليس فقط مدينة أكادير ولكن جميع مدن المغرب. شكرا لكم.